طبعا الجو حر نار، الشمس مأساة، بشرتنا بتسود، المصايف، البسين. تعالوا اقول لكم على سان بلوك، يعني انا جربته مؤخرا، وانا دايما بحب اقول لكم على حاجات تجربة بتبقى حلوة وناجحة معايا. فتعالوا اقول لكم على سان بلوك، يعني صناعات تانية غير الصناعات الفرنسوية. عجبتني واقول لكم يعني كل حاجة عنه وكل التفاصيل، بس يلا تابعوني. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناتي من جديد. لو أول مرة تشوفي الفيديو ده أو تشوفي قناتي فأهلا بيكي. قناتي بتهتم بالجمال والحياة. أنا مروة. طيب الريفيو بتاعنا يا بنات النهاردة عن الصن بلوك، هقول لكم على اتنين بدون يعني بسرعة كده، على تو صن بلوك أنا استخدمتهم وعجبوني، دول مناسبين. يعني أول صن بلوك خاصة مناسب قوي للبشرة اللي هي مختلطة والدهنية. الصن بلوك ده ماركته اسمه انفينيتي، طبعا اكيد شفتوا الماركه ديت في الصيدليات، يعني لا تخفى عليكم. الشركه دي ليها منتجات كتيره قوي. بصوا بقى ركزوا معايا كويس جدا، الصن بلوك ده العلامه بتاعته خضراء، معنى العلامه خضراء ديت اللي هو انتي شاين، ان هو كاتب ان هو ضد اللمعه، يعني هو مناسب للبشره الدهنيه، وكمان كاتب ان هو جل، فهو يعني سريع الامتصاص، مش هيعملك الدهننه. كمان هو دي شركة مصرية، من الشركات يعني الصن بلوك بتاعهم، يعني حسيت ان هو حلو، يعني احسن، يعني احسن تجربة من صن بلوك تاني استخدمته قبل كده بدون ذكر الماركة. يعني ما عجبنيش، كان مصري برضو بس ما عجبنيش، ده احلى منه كتير بصراحة. يعني ده 50%، وان هو بيقولك ان هو خاص بالبشرة الكومبينيشن الكومبينيشن تو اويل سكين، يعني هو البشره المختلطه تستخدمه والبشره الكمان الدهنيه. طيب بصوا بقى هو كام ملي، هو 60 ملي، ده شكل العلبه بتاعته، انا احتفظت لكم بالعلبه ما رميتهاش عشان تشوفوا شكلها بالظبط عامل ازاي. طيب بالنسبه للسعر بتاعه، هو سعره 175 جنيه من الصيدليه. انفينيتي، معلش بقى سامحوني انا بعرق، الجو حر وجيت شغلت المروحه عامله الصوت في الفيديو، فانا بصح بسبب الحر الشوي اللي احنا فيه ده، ربنا يجيرنا يا رب من عذاب جهنم يا رب ومن الحر ده باذن الله تعالى. بصوا بقى انا جبته من الصيدليه، هم عاملين عرض، انا شفت على موقعهم عاملين عرض تاخدي قطعه والقطعه التانية عليها هديه، فشوفوا العرض ده استفيدوا بيه. بصراحه انا جبته عادي من الصيدليه، حبيت ان انا اجيب منتج يكون يعني على قد الايد شويه، حنين يعني كده، مش في التلتميات والحاجات ديت، لا هو 175 جنيه زي ما بقول لكم. بصوا بقى ملاحظاتي عليه بقى او الفيدباك بقى عنه، هو اولا بصوا انا هحط لكم كده حته صغيره، هو ما بيعملش الـ يعني الحاجات البيضه اللي بتحصل من الصن بلوك، لا البشره بتمتص بسرعه جدا ومش هتحسي بيه خالص خالص، تمام. كمان هو خفيف، يعني ما حسيتش ان هو بيضايقني، تمام. فهو انا شايفاه مناسب، في ريحه برفيوم عطر خفيف كده زي جوز الهند كده تقريبا، يعني فهو حلو وخفيف وبتمتص البشره بسرعه جدا، مش هتحسي ان انت يعني حاطه حاجه على وشك او هيعرقك والكلام ده. مناسب قوي لاصحاب البشره الدهنيه والبشره المختلطه، اقدر اقول ان هو فعلا يعني منتج مصري نظيف، الكواليتي بتاعته كويسه جدا بالنسبه لسعره وبالنسبه ان هو صناعه مصريه. فانت لو بتدوري على صن بلوك حلو وكويس وصناعه مصريه ومش غالي قوي، فانفينيتي ده حلو قوي، يعني عجبني. بس هات اللي هو انتي شاين او اللي هو ضد اللمعان، مناسب للبشره الدهنيه والمختلطه. ده كان اول صن بلوك انا جربته وعجبني في الصيف. تاني صن بلوك بقى اكلمكم عنه، وده خاصة انا جبته علشان انا وولادي يعني ايه كنا رايحين مكان فيه يعني بسين وكده، فطبعا انتوا عارفين الشمس مع الكلور مع الكلام ده، فكان في ده عرض في الصيدلية بيزلاين نزلها، يعني عامله خصومات وحاجات حلوه قوي في الصيف. هوريكم كمان منتجات انا جبتها منهم عجبتني جدا. ده صن بلوك بتاعهم، بس بصوا بقى ركزوا معايا، هو صن بلوك كريمي، تمام. يعني هو كاتب ان هو كريم حاجب للشمس، وان هو الوقايه 50% برضو،
حماية من الأشعة فوق البنفسجية والمرئية. الحلو بقى في الصن بلوك ده ايه بقى؟ هو كاتب طبعا ان هو كريم بس invisible sun filter. الحلو فيه هو برغم ان هو كريم انا ما حسيتش ان هو ضايقني او دهن معايا بصراحة. بتمتصه البشرة بسرعة. الحلو فيه عارفين ريحته عاملة زي ايه؟ في عارفين المستكة، يعني حسيت ان هو فيه فعلا مكونات طبيعية. الحلو في الصن بلوك ده بقى بالنسبة للأطفال او بشرتهم حساسة مناسب جدا. كاتب ان هو ما فيهوش كحول، ما فيهوش بارابن، ما فيهوش اي مواد، يعني كاتب بتروكيماويات. فده حلو فيه ان هو يعني يناسب قوي البشره الحساسه. العرض ده حلو في الصيدليه، موجود من ماركت بيزلاين. تاخدي واحده وعليها واحده. هم عندهم حاجات كتيره قوي حلوه عجبتني بصراحه، وانا مجربه قبل كده الغسول من الشركه ديت، هو جدا حلو جدا عجبني برضو الصن بلوك ده. بس لو بشرتك دهنيه يعني ما انصحش. هو حلو لو انتي يعني بشرتك مختلطه وبتنزلي البسين، بتنزلي يعني البحر، وبتحتاجي تحطي سواء على وشك او على جسمك. خلاص، والعرض ده حلو، واحده وعليها واحده تانية هديه. يا رب الريفيو ده يكون عجبكم، ويعني حاولت اجيب لكم الصن بلوك اللي كانت حلوه شغاله معايا حلو في الصيف ده، وكمان يعني تعتبر اقتصاديه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايك للفيديو لو عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.